نعود الآن إلى ضرب الأعداد النسبية وقسمتها. لدي المثال التالي: x هو 2 على 3، y هو ناقص 12 على 5. هذان العددان x يساوي 2 على 3، y تساوي ناقص 12 على 5. المطلوب إيجاد ناتج ضرب هذين العددين وناتج قسمة هذين العددين، أي x ضرب y، x تقسيم y. طبعاً هنا النقطة هي عملية ضرب. إذن كيف أقوم بإيجاد x ضرب y؟ أسماء، تفضلي يا أسماء. أسماء الشيخ محمد، تفضلي. x ضرب y، يلا يا أسماء. 2 على 3 ضرب ناقص 12 على 5. تمام. هل في الضرب هناك داعي لتوحيد المقامات؟ لا أنتي، ما في داعي. تمام، ما في داعي في الضرب لتوحيد المقامات، لكن إذا كان هناك عملية اختصار يا أسماء فنختصر. هل يوجد عملية اختصار هنا؟ طبعا الاختصار يكون بالبسط والمقام. الاختصار يكون بالبسط والمقام. طلعي لي على البسوط اللي فوق والمقامات اللي تحت، ممكن أنا اختصر؟ لا أنتي، ما في أبدا أبدا. يعني العدد 12 مثلا ما بيقبل القسمة على 3؟ ايه أنتي، العدد 12. تمام، إذا العدد 12 يقبل القسمة على العدد 3. كيف يصبح التمرين؟ كيف يصبح شكل التمرين يا أسماء؟ أسماء معي؟ أنتي مثلا بدنا نبسط ال 12 على 5. نعم أنتي، خليني كفي. أسماء بدها تجاوب، يلا يا أسماء. أنا مصرة أنه أسماء تجاوب. هلأ نحن بدنا نختصر ال 12 على 3. هلأ العدد 2 ما غيرنا في شيء، فتركناه على حاله. 3 تقسيم 3 تقسيم 3 يا أسماء؟ واحد. بنجي للكسر الثاني، 12 تقسيم 3 أربعة. والخمسة بتبقى على حالة، طبعا مع مراعاة الإشارة السالبة. الآن سأقوم بضرب الكسرين ببعضهما، فكيف يكون ناتج عملية الضرب يا أسماء؟ أنسي نضرب الإشارات. ضربنا الإشارات، يعني الإشارة هون سالبة. كيف أقوم بعملية الضرب يا أسماء بالكسور؟ أقوم بضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. المقام. تمام. 2 ضرب 2 ضرب 4 8 على 5. تمام، أحسنتي. إذن 2 ضرب 4 8، 1 ضرب 5 5، الإشارة سالب، فيكون الجواب ناقص 8 على 5. شكرا يا أسماء لمشاركتك، أحسنتي. الآن سننتقل إلى القسمة x تقسيم y. نعم أنسي. سيشارك معي يا إسراء، تفضل يا إسراء. نعم أنسي. x تقسيم y يا إسراء. إيه أنسي، الكسر الثاني بنقلبه بالعكس، بصير 5، بصير المقام ناقص 12. تمام، إذا 2 على 3 تبقى على حالها. أقوم بقلب عملية القسمة إلى ضرب مع مقلوب الكسر الثاني. طبعا المقلوب ليس له علاقة بالإشارة، فيصبح ناقص 5 على 12. أقوم بالاختصار يا إسراء. أين يتم الاختصار؟ الـ 12 مع الـ 2 6. تمام، إذن يصبح الشكل 1 على 3 ضرب ناقص 5 على 6. ناقص 5 على 6. ما هو الجواب النهائي؟ نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. تمام، أحسنتي يا إسراء. ما هو الجواب النهائي؟ ناقص 5 على 18. تمام، شكرا يا إسراء، أحسنتي. إذا ننتبه عزيزي الطالب أنني أحول قسمة الكسور إلى ضرب مقلوب الكسر الثاني. شكرا لكم لمشاركتكم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.